اجدد المطبخ. المطبخ لازم نبقى عارفين انه من اصعب الحاجات اللي انا اجددها وانا عايشه في البيت طبعا، فلازم من الاول يتاسس صح. يعني ممكن اغير اوضه النوم، الليفنج، الحاجات دي كلها سهل تغييرها، لكن المطبخ طبعا الكهرباء والاجهزه واماكنها دي بتبقى صعبه جدا. ايوه الثلاجه والبوتاجاز هنعيش من غيرهم ازاي؟ فما ينفعش. فلازم من الاول طبعا عشان اريح دماغي يبقى متاسس صح. ازاي بقى اسس مطبخي صح؟ اسس مطبخي صح اهم حاجه ان انا ما اقلدش الصور. ودي حاجة انا بشوفها بقى كلنا بنعملها، الصور. مروجة مثلا ده احنا معروف ان احنا بنروح للي هيعمل لنا المطبخ بالصورة. بالظبط. لا ليه بقى؟ قصدك بقى ارفع المقاسات؟ ما اروحش مثلا، حتى مش بس الصور، يعني ما اروحش مثلا الاماكن بتاعة المطابخ الله انا عايزة زي ده بالظبط. ما هو مفروش في شوروم كبيرة وبتاع. فين؟ لا فين احتياجاتي انا؟ لازم اول حاجة اليست انا عايزة ايه اصلا في المطبخ، وبعدين اشوف ايه اللي عجبني في الصوره دي. ما انت الصوره دي لما شفتيها وعجبتك وحسيتي ان انت عايزه تعمليها، طيب ايه اللي عجبك في الصوره؟ لازم تحللي ايه اللي عجبك. ممكن تكون الالوان هي اللي شدتك، ممكن تكون الكاونتر توبس الخامه بتاعتها هي اللي شدتك، الاضاءه اللي في المحل هي اللي اصلا خلتك تنجذبي ليها، مأثره عليكي. فانت لازم تحللي اصلا انت عايزه ايه، وبعدين تبداي في التصميم بتاعك تدخلي بقى الحاجات الماتيريالز، الالوان اللي مش عارفه ايه كده، تدخليها بقى الاليمنتس اللي اصلا شدتك في الصوره. لكن ما نقلدش، نبعد خالص عن التقليد. انا ما اروحش لحد واقول له اعمل لي زي بس ده. المشكله يا اسراء ان انا لو مثلا لو بنت ما كنتش بدخل مع اهلي المطبخ انا مش هبقى عارفه انا محتاجه ايه او عايزه ايه في مطبخي. الاساسيات الطبيعيه اللي اي حد بيحتاجها، يعني مثلا انا محتاجه ثلاجه ولا محتاجه ثلاجه وديب فريزر، محتاجه مايكروويف وفرن منفصل ولا محتاجه فرن كامل لوحده. يعني ابدا بالاسئله دي، ابدا ان انا افكر انا عايزه ايه. ثلاجه قد ايه ده على اساس؟ لا هنيجي بقى لحته الثلاجه قد ايه دي كمان شويه. انا بفكر في الحته دي في اي مساحه في البيت. والمطبخ على راسهم، لان المطبخ زي ما قلت هو صعب جدا تغييره. فانا بفكر انا عايزه ايه اصلا في المساحه بتاعتي، علشان ابدا بقى ساعتها اشوف المساحه بتاعتي تستحمل ايه بمقاسات عامله ازاي. حلو جدا. ما اروحش اجري اجيب الحاجه بمقاس ويطلع مثلا ارتب افكاري. لا انت عارف يا شاف، في ناس كتير بتعمل ايه، بتكون هي جايبه الاجهزه اصلا ومشكله وتعمل المطبخ والاجهزه ما تركبش على المطبخ. بالظبط. ما تعرفش اي ولا اهلي. بالظبط فعلا، دي بتبقى مشكله كبيره. وبيبقى فعلا فيها يعني الواحد بيتسرع، ممكن يلاقي اوفرز فانا هروح اشتري ومش عارفه ايه. طب انا مش عارفه اصلا. انت عارفه ان المطبخ اصلا كراكيبه كتيره. بالظبط. نعمل ايه؟ نعمل ارفف ونرص عليها ولا نعمل خزاين؟ يعني الارفف تكون مفتوحه ولا خزاين؟ طيب دلوقتي لو انا المطبخ ده مفتوح، فانا ابعد خالص عن الارفف المفتوحه، علشان الكركبه والبهدله والفوضى البصريه ما بقاش متضايقه. فده هيعتمد امريكان كيتشن. بالظبط. ده هيعتمد على نوع المطبخ، هل هو امريكان؟ فلو امريكان ومساحتي ضيقه، يعني لو امريكان ومساحتي كبيره يفرق عن امريكان ومساحتي ضيقه. امريكان ومساحتي ضيقه ابعد خالص عن الحاجات المفتوحه، لان انا محتاجه كل سنتي اخزن فيه. بالظبط كده. فلازم كله يبقى مقفول، وعشان الفوضى البصريه ما بقاش حاسه ان في كركبه على طول. اوكي. لكن لو المطبخ مقفول ممكن يبقى عندي مساحه ان انا اعمل رفوف مفتوحه، ممكن تبقى للديكور، لحاجات جمالية. بسيطه جماليا. بالظبط. زي ما كده بتسقشني بدا يجيب لك استعمال. لا ده تحت الحوض. طيب عايزه اسالك حاجه، لو انا دلوقتي مطبخي ضيق وانا عارفه ان مطبخي ضيق وبش